ثلاثة تجارات إلكترونية خلتني أحقق هذه المبالغ الكبيرة من الإنترنت. خلينا أوريكم إيش هي. أول تجارة هي الدروب سيرفيسنج. إيش هي الدروب سيرفيسنج؟ يعني إنك تبيع خدمات، لكن مو أنت اللي تقدم خدمات، أنت تكون الوسيط بين المشتري وصاحب الخدمة أو محترف الخدمة، وأنت تكون الوسيط بينهم. حبيت أذكرك لا تنسى تسوي لايك وحركة الإكسبلور عشان ينتشر المقطع وتساعد أكبر كمية ممكنة من الناس. التجارة الثانية هي التسويق بالعمولة. طريقتها هي أنك تكون زي الدلال، يعني أنه تنشر برنامج معين وأي شخص يأتي عن طريقك عبر الرابط الخاص فيك أنت تحصل عمولة على ذلك، سواء كان 10%، 20%، 40% حسب الاتفاق بينك وبين صاحب الخدمة. وأفضل تجارة بالنسبة لي في الإنترنت هي أمازون FBA. كيف طريقتها؟ تقوم ببيع منتجات على أمازون، مثل هذا المنتج تحط صوره وتحط الديسكريبشن حقه، تحط السعر، تحط اللي تبغاه هنا، وبعدين تبيعه في صفحات أمازون. وأي طلب يجيك أمازون هي تتكفل بالتغليف والشحن للعميل، وأنت تستلم الأرباح. وهذه التجارة هي أكثر تجارة جابت لي أرباح من على الإنترنت. تبغى تتعلم أكثر لا تنسى تتابعني.